من 9 شهور أنا كنت في المكان ده، وكان مجرد صحراء. ده كان في مارس 2016، وفي ديسمبر 2018 انتهينا من المستشفى رقم 1، مستشفى شفا الأرمان لعلاج سرطان الكبار بالصعيد. وفي ديسمبر 2022 انتهينا من المرحلة الرابعة من مستشفى رقم 2، مستشفى شفا الأرمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد. النهاردة أنا جاي أقول لكم إن بفضل الله ثم تبرعاتكم بقى عندنا مستشفيتين كاملتين. انتوا عارفين إن ده معناه إن الأعداد بتزيد والمرضى بتزيد، وكلنا عارفين علاج مرض السرطان مكلف قد إيه. تكاليف العلاج زادت قوي، وتكلفة المريض زادت قوي، عشان صعيد بلا سرطان إن شاء الله اتبرع لتجهيز وتحضير عمليات الأورام. سهم تجهيز العملية 250 جنيه، سهم كرسي الكيماوي 300 جنيه، أو اتبرع لتوفير كرسي الإشعاعي، سهم كرسي الإشعاعي 350 جنيه. شارك بسهم واحد أو أكتر أو باللي تقدر عليه، وده من مصارف الزكاة والصدقة أو الصدقة الجارية، عشان صعيد بلا سرطان إن شاء الله. للتبرع كاش أو فيزا اتصل ب 1945 يصلك مندوبنا لحد باب البيت.